فلا تغتر بالكثرة ولا تستوحش بالقلة. زمان لما كنا مع الحزبيين كن في ركن في جامعة الخرطوم أو النيلين أو غيره، أها رئيس التنظيم بتاع الطلاب يضرب لنا تلفون بعد كل ركن، أها الحشد كيف والموضوع شنو ما داير، إن شاء الله لو رقصنا ذاته ما عنده علاقة، الحشد كم؟ والله يا جماعة زيدة. وأول ما اختلمنا معاهم وعي الشيخ كبير قدر الضربة وزنا ومعنى، قام ده كان التنظيم بيشتغل ركن بجاي في شارع المين ونحن بيشتغل بجاي، اها يضرب يقول لي وداك لسه كان داير يخد كرع بجاي وبجاي ما عارف يوديهم الاثنين بوين بتاع الكويت، اها قال لي عد لنا ذيك كم، والله بيقول لنا كده بيقول لك عد لي بالله يا مزمل عد لي انتوا كم وعد لي ذي كم، اها مشى بغادي لقى شنو؟ لقى القبة ما فيها فقياسة كلهم ما في شيء، فده مرض يا جماعة، الإنسان يعالج منه نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى. وكلما أخلصت النية لله سبحانه وتعالى كلما ذقت حلاوة الطاعة وحلاوة الدعوة، شفت إن دقوك في الدعوة دي قطعوا لك أضانك دي شر قطعوها، أنت بتذوق حلاوة الدعوة. وكلما ابتليت في الدعوة، والإنسان لا يتمنى البلاء يا جماعة، يسأل الله العافية، ولكن كلما ابتليت في الدعوة كلما ذقت حلاوة دعوة الله سبحانه وتعالى. ده 200 إذا أنت كنت مخلص لله عز وجل. إن جيت الحلقة جيت تتكلم في الحلقة وبعدين الحضور ما كان كثير ما تشتغل بالموضوع ده، اليوم التعايل للناس واللي بيكبروا لك كم، أعرف إنه موضوعك شنو؟ موضوعك باظ والله يا جماعة. وبعدين يشوف الإنسان لو حفظ آية واحدة أو حديث واحد واحد بس وأخلص النية تمام وطبقوا في نفسه تمام وبلغوا للناس كما وعاه وسمعه، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالنضارة وقبل الله منه، وربما يدخل إلى الجنة بسبب هذا العمل الذي يظنه يسيرا. فالإنسان مش يلاحظ الكثرة في العمل أو في العلم حقه أو في الحفظ حقه أو في الناس اللي بيحضر له، ده كله لا، لاحظ قوة إخلاصك واجتهد في ذلك. ثم في قوله تعالى ممن دعا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فائدة عظيمة جدا، وهي أن الاشتغال بالدعوة إلى الله أهم الأمور على الإطلاق. يبقى لابد وقتك كله أنت يكون دعوة في الشغل في المكتب، في المكتب لازم تكون داعية، ما تكون قاعد ساكت دلوكة وتأكل في اتصال النهار كله، لابد تدعو هؤلاء المجتمع بتاع الوظيفة اللي حولك ده الموظفين ديل لابد تدعو. يوسف عليه السلام لما دخل السجن مظلوم وقعد سنين في السجن سنين، أول ما الاثنين اللي معاه سألوا ده عن رؤيا رآها في النوم، والآخر برضه طوال اشتغل فيهم دعوة، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، والآيات مشت. أول شيء دعاهم ومع أنهم سألوا عن الرؤيا، لكن أول شيء بدأ لهم بالعقيدة وبالتوحيد. فالشاهد إنه جوا السجن ما نسى الدعوة، بل كان همه الأكبر والأساس الدعوة. فأنت عافانا الله وإياكم، لو كنت في سجن، لو كنت في بص، لو كنت في عربية واقف في الشارع ركبت مع زول وقف ليك ساكت بس ملح ركبت مشيت، أدعو إلى الله؟ الزول ده مش أحسن لك ساقك؟ بعض الناس عشان ده أحسن له ساقه، لو مشغل مديح يقول لك ما أتكلم معه لأنه أحسن لي، وأنت كده أسئلت له صح ولا ما صح؟ أنت تحسن له إنك تنصح إنه ده باطل صح ولا ما صح؟ مش تقول تحسن له وتكتم الحق وتخليه يضل يخش جهنم، لا، أنت تحسن له ترده من الباطل إلى الحق، زي ما شالك أنت تشيله برضه، زي ما ساقك وصلك السوق العربي أنت سوقه
وصلوا الخير وتكون سبب انه يدخل الجنه. فادعوا الى الله سبحانه وتعالى في اي مكان، ودي امثله ليست للحصر، اي مكان انت المفروض تكون داعيه. اذا كان الجواب بتاعنا العفش ديل دعاة الى باطل والى بدعه محضه ما فيها ريحه بتاع السنه، ناس عباد قبور في النهايه، بس لو ربوا لحى وطولوا العزبه، لكن عباد قبور دي عزبتهم دي عباد قبور. المهم ديل نشيطين جدا، نحن يوم قاعدين في الحج في خيم منى وفي غرفة فيها طلاب علم كتار يعني من مختلف الأجناس، جاء واحد من الجماعة دي قال تخرجوا معانا، نحن في هناك نخرج نجي مسجد بلال ولا مش وين. المهم أخواننا قالوا نلبدلوا هنا نعمل اللي فيها ما عارفين ايش، وكلهم طلاب علم ومشايخ وكذا، فخليه يقول كلامه كله وإن فوق كده ونايم لابد نخرج والخروج وأربعين يوم بتاع. بعد ما انتهى نجموا لك نجام ولا عمره ما شافه معه واحد بجر فيه بجر في الجلابية راح يا راح راح. لكن الشيء الملاحظ شوف النشاط بتاعه وشوف الجرأة بتاعته، كريهين جدا. وكثير من أهل السنة بيخجلوا في طرح الحق، تلقى زول الباطل ما بيخجل، صح ولا ما صح؟ ما يخجل، تلقى بتاع الحفلة مشغل الراديو ساعة مانجو وشغالين بنات ينططا وبيعملوا في حركات عجيبة النهار والليل، وانت قاعد ساكت بس بيدقنك وقاعد ساكت. لازم تبين، حتى لو ما تبين في الملأ خلاص غير بما تستطيع بما تستطيع خلاص. فالإنسان يكون مبارك حيثما كان، كما قال تعالى وجعلني مباركا أينما كنت.